سلام بنات، هذا فيديو جديد مع سلمى. وفيديو ديال اليوم غنوريكم واحد الحجيرات هنايا اللي كيجيو قدام السفيفه ملصقين مع السفيفه. انا عملت هاد السفيفه هادي كيف ما كتشوفوها رقيقه، باش تشوفوا الزواقه كيفاش كتجيكم ملصقه مع السفيفه. اول حاجه كنحتاج هاد الحجيرات هادو، ها هما، وكنحتاج هاد الحجيرات هادو، وكنحتاج البرلة، وكنحتاج هاد الحجيرات هادو، ها هما هاد الحجيرات هادو. راهما بصح ماشي ديال العاديين، ديك سيبورتات العاديين، هادو سيبورتات العاديين، هادو لا كيف ما كتشوفوهم يعني كيطيو لمعان اكثر. هاو نجيونا هنايا. اول حاجه بالاحسن الا كنا غنعملو يا قفطان يا جلابه، بالاحسن يكون مخيط بسفيفة ديالو كلشي، شنو ما يكونش عنده العقد باش ما يجيكمش صعيب، ما يكونش فيه العقد باش ما يجيكمش صعيب في التركاب. غنشبرو البيرلات اللي هما هادو، ها هما، قرب الكاميرا، نجيب البيرلات ديالي. حتى البيرلات عندي انا مصوره لكم بالبيرلات ديال الساج، ماشي البيرلات ديال البلاستيك. كنرجع مرة ثانية باش كنفيكسيهم مزيان. ها هما باش كيتفيكسونا مزيان. كاينه بنات اللي غيقولوا لي ما كرهناش باش نشوفها في الموديل، مع الاسف ما عنديش الموديل، انا عملت لكم في هاد الطريف ديال الثوب. الا عجبتكم جربوها في الموديل، ان شاء الله يكون موديل ديالكم. بالنسبه للاخوات، بزاف ديال الاخوات كيسقسيوني بزاف ديال الاسئله، مع اني كنكون عملتها في ديك الفيديو. كنتمنى تكون تفرجتي الفيديو يعني مزيان، عادك طرحي لي السؤال، لان شي مره كيكون السؤال عيت ما نقوله انا في الفيديو وكيطرحوه لي في الكومنتيرات. ولهذا تتفرج الفيديو، واي حاجه ما عرفتيش مرحبا. كيف ما كتشوفوا ملي كنعملو جوج كنرجعو وحده قبل منها، علاش؟ باش كيتفكسنا مزيان كيف ما كتشوفو، باش كتفكسنا الخدمه مزيان. هاد الخدمه هادي اغلبيه كتجي نص طوق، يعني ما كنهبطوهاش في الجلابه كامله. اما القفطان يمكن تعملو كامل، بالنسبه للجلابه لا، كتكون غير نص طوق. كاين اللي كيعملها حتى في اليدين، وكاين اللي كيعملها حتى في الفتحي ديال الجلابه، يعني كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. الا كانت الجلابه ديال الحضور كتجي مزيونه حتى الفتحي، اما الا كانت للخروج من الافضل انا صراحه ما ننصحش تعملوا، يعني تكون مشارجيه بالنسبه للخروج. هانتوما كتشوفوا انا مشيت بنفس الطريقه، باش ما نطولش عليكم انا نكمل هاد الطاوله هادي الى حتى لهنا باش نوريكم الزواقه كامله، ونرجع لكم ان شاء الله. ها هي انا ساليتها. دابا شنو نعمل؟ غنسعن اول حاجه باللصاق لانني ما نخيطش، نخيط غير البيرلات. ها هما نشبر حدي اللي هي بغرتكم، ندور الكاميرا عندكم، غنجي هنايا نبدا
باش خصني يجوني قد بعتيتهم خصني ستيلو والمسطره. اول خط غنعملو هنايا، هي هادي، هنجي لهنايا هنجيب اللصاق ديالي كيف ما كتشوفونا، كنعمل شويه ديال اللصاق غير باش يفيكسي لي، ما خصنيش يسيح لي في التاو، لان مع الاسف ملي كيسيح في التاو راه ما كيبغيش يزول. بزاف ديال البنات عانوا منه وكيقولوا لي كيفاش غنعملو نزولو هاد المشكل هذا. كنقول لهم ضروري ديك المقطع اما نبتوه او نطرزوه، المهم ما عايزولكمش. ها هي نجي هنا نقول حنايا نعملو من هنا لهنا 3 سنتيم، 3 ديال السنتيم، يعني هتبدأ من هنا لهنا. ها هي علاش ما عملنا شي عشوائية، ضروري الحساب باش، لأن هنايا ما هتحرفناش في جهة أخرى هي اللي هتحرفنا، باش خصنا نعملو جهة بغارت جهة. هيا هادي، ها هي شحال خصنا نعملو، غنعملو 3. هنايا كنعملو ما بين جوج، كنعملو وحدة. هنايا ما بين هاد جوج هنعملو وحدة. هي هادي، ها هي. ودابا غنحسبو من هنا من هنا 3 سنتيم. انا ما نحسبش، غنعمل غير تقديرا. ها هي غنجيب هاد الحجيرة هادي وغنركبها. ها هي كيف ما كتشوفوها، واخا انا ما نحتاجش هاد الحجر هادو، ماشي ما كنحتاجهمش، طبعا كنحتاجو زعما على مشترى، ولكن ماشي مشكل. ومن هنا لهنا غنحسب 3 ديال السنتيم، ومن ديك 3 سنتيم هنعمل هاد البيرلات هادو اللي كيف ما شفتوهم هنايا، هنعمل 3. هادي الطريقة هادي كتجي مزيونة في الجلبات وكتجي خفيفة، واللعمة عنديالها كيجي مزيون. كيف ما كتشوفو انا عملت لون واحد، انتوما كيبقى الاختيار ديالكم، اعملوا اللون اللي كيعجبكم. انا بالنسبة لي كنفضل لون واحد، لان الخدمة كتجي متقونة كيف ما كتشوفو. يعني الا اخترتو زرق حاولي تعملو زرق كامل، اخترتو حمار حاولي تعملو حمار كامل. عاد تقسميني هاد الحجيرات هادو
فين غنعملوهم؟ غنعملوهم في الراس ديال هاد المثلث هذا، ها هو ديال هاد المثلث هذا اللي كيف ما كتشوف. كيف ما كتشوفوا عاد تكملوا عاوتاني 3 سنتيم وتعملوا هذه 3 سنتيم، هذه 3 سنتيم، هذه حتى تكملوا السليطه ديالكم. كنتمنى يعجب لكم الموديل، وكنتمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا.